في أحد أحياء مدينة عزاز، وقبل قليل من وصولنا إلى هذا المكان انفجرت سيارة ملغمة هنا وسط هذا الحي القريب تماما من سوق المدينة الرئيس، ومباشرة توجهت فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف من مختلف المستشفيات لإسعاف الجرحى ونقلهم إلى المراكز الصحية والمراكز الطبية. طبعا الانفجار هو عبارة عن سيارة ملغمة كانت موجودة تقريبا هناك في ذلك المكان، ولكن نتيجة حجم الانفجار الكبير فلم يبقى أثر لهذه السيارة. وكما تشاهدون جميع هذه الأضرار من السيارات والمحال التجارية والمنازل أيضا هي نتيجة هذا الانفجار الكبير. الحصيلة الأولية حتى الآن وإلى لحظة تسجيلنا هذا التقرير بأن هناك 6 قتلى، بينهم امرأتان وبينهم طفل، بالإضافة إلى أكثر من 10 جرحى تم نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية. طبعا فرق الدفاع المدني ما زالت موجودة للبحث عن ناجين، سواء تحت الأنقاض التي تسبب بها هذا الانفجار أو بين الركام أو حتى في المنازل القريبة. وكما ذكرت الانفجار هو وقع في أحد الأحياء السكنية القريبة من سوق المدينة، فبالتالي كان كل الضحايا هم من المدنيين، وخصوصا بينهم نساء وبينهم أطفال، حتى بالنسبة للجرحى كان أيضا بينهم نساء وأطفال. هناك نلاحظ أحد المحال التجارية، سقف هذا المحل سقط نتيجة الانفجار الكبير، وهو السيارة كانت مركونة تقريبا مقابل هذا المحل، كما تشاهدون حجم الدمار كبير جدا، الأرقام مرجحة هي الزيادة نتيجة الإصابات الخطيرة التي تعرض لها الأشخاص المصابون في هذا المكان. التلفزيون سوريا من مدينة عزاز قرب الانفجار، كان معكم هادي طاطين.